تشهد مناطق شمال غربي سوريا خلال الآونة الأخيرة قصفاً واستهدافات متبادلة بين الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وقوات الحكومة السورية، ما يتسبب غالباً في سقوط خسائر بشرية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي استهدفت نقاط وتجمعات لقوات الحكومة السورية بصواريخ محلية الصنع على محور بلدة كفر نوبول بريف إدلب الجنوبي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. من جانبها استهدفت قوات الحكومة السورية بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة النيرب ومحيط بلدة بيلون بريف إدلب الشرقي بالتزامن مع قصف بعشرات القذائف المدفعية. استهدف محيط قريتي كفر تعال وتديل بريف حلب الغربي، استهدف مواقع للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة. كما استهدفت قوات الحكومة بالمدفعية الثقيلة قرى بنين ودير سنبل والبارة وفليفل بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد أن هيئة تحرير الشام الإرهابية نفذت يوم الجمعة قصفاً على مواقع لقوات الحكومة السورية بمحور بسرطون بريف حلب، ما أسفر عن مقتل عنصر من القوات الحكومية.